السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم مجددا في قناتكم اخبار بلادي. في هذا الفيديو خاوتي راح نحكوا على ضربة موجعة للمغرب، يعني صارت لها فضيحة من اكبر الفضائح اللي قادر تصرى الى اي يعني قطاع رياضي في العالم. تقطعت لها التريسيتي في الملعب اثناء ماذا خاوتي؟ اثناء مباراة بين المغرب والبرازيل، يعني مباراة مهمة جدا. رغم أن المغرب فازت في هذه المباراة إلى أن الفضيحة هذه كلفتها يعني الكثير وقادر تخسر شرف تنظيم كان 2025، بل وأنها كانت تريد تنظيم كأس العالم. هذا هو الموضوع اللي حنشوفه خاوتي، وربما سيتم منح الجزائر شرف تنظيم كان 2025 بدلا من المغرب بسبب هذه الفضيحة. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار خاوتي، ادعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، هذه الأمور على بالكم حتى تدعمنا نتصدى الحملات السينيور، شكرا لكم. الآن خاوتي خلينا نعرف بعض المعلومات الأولية قبل ما نروح ونتحدث على تفاصيل أكثر حول هذه الفضيحة، وأيضا كيف ربما أن الجزائر في الحقيقة هي من كانت وراء هذه الفضيحة. قد تقولوا لي يا حسرات وما دوك تحصلوا كلش بالجزائر، لكن لا خاوتي، على بالكم بلي هذاك الأنبوب الجزائري اللي كان عابر من المغرب وراح لإسبانيا، المغرب كانت تستفاد منه الكثير من الغاز، وأيضا إذا ما على بالكمش الكهرباء في الجزائر ولا في المغرب يتم إنتاج جزء كبير منها بالغاز، يعني حولوا الغاز إلى طاقة كهربائية. الآن بعدما خسرت المغرب الصفقة الجزائرية تاع التيو هذاك اللي عاقب عليهم تاع الغاز، ولات تتقطع عندهم تريسيتي بزاف، والشعب المغربي ولا يدي نوجة بزاف من هذه الظاهرة. الآن خاوتي الأمر اللي حيخلينا نهضر لكم على هذه الفضيحة تاع هذا الفيديو، حيث تم توقيف مباراة المغرب والبرازيل، يعني حبست المباراة. ايماجينيو معايا خاوتي، لماذا حبست المباراة؟ لأنه تقطعت التريسيتي في هذا المباراة. يعني اتخيلوا معي خاوتي، من أهم المباريات اللي قادر تحدث في بلدك، راك راح تستضيف بلد، يعني لازم على الأقل في هذيك الدقيقة تكون موفر كلش باش وجهك يبان صحيح قدام دول العالم، إلى أنه أنت تروح لك التريسيتي في مباراة مهمة مثل هذه. حيث يقول لك استضاف منتخب المغرب لفئة أقل من 23 سنة منافسه منتخب البرازيل في مباراة ودية دارت أطوارها بالملعب الكبير لمدينة فاس بمملكة المغربية، يعني من أهم الملاعب اللي تمتلكها المغرب. وفي هذه المباراة فاز المنتخب المغربي كما قلنا لكم على ضيفه البرازيلي بنتيجة دون هدف. لكن خاوتي هذا الأمر الذي حدث داخل الملعب، يعني راحت لهم تريسيتي واللاعبين البرازيليين يعني تبانيكاو، غضبوا من هذا الأمر كثيرا، يعني حتى ما اعترفوا سواسوا بالهزيمة تاعهم بسبب أنهم تقطعت لهم تريسيتي داخل الملعب. وهذا الأمر منطقي خاوتي، ايماجينيك تلعب راك في كونتر أتاك قادر حتى تماركي الهدف، بوم راحت تريسيتي. كيف يا خاوتي؟ يعني تريسيتي تلعب معاك انت دوك. شوفوا خاوتي لحظة الفضيحة، دوك نتحدثوا حول هذا الموضوع أكثر. دوك مانيش عارف إذا حيديروا لنا كوبي رايت على هذا، لأنه أحيانا القنوات هذي خاوتي قادر تدير لنا كوبي رايت، كنا تدوا الصوت ولا كنا تدوا الصورة. الذي كان انا حاضر فوق الهضره، ولكن هذه خاوتي لحظات مباشره من المباراه كما راكم تشوفوا هنا الشعب، دوك الشعب يبدا يشعل الفلاش لايت، يبدا يشعل الفلاش تاع التليفونات تاعو كما راكم تشوفوا هنا خاوتي، بزعم المباراه تكمل. تحقيق القاب والانطلاقه اللي كتكون الا عبر هاد، كان هنالك يعني الشعب ولا حضور غفير جدا من المشجعين. ان شاء الله باك ما يديرولناش كوبيرايت على هذا الفيديو خاوتي. كما شفتوا خاوتي فضيحة من العيار الثقيل حقا. شوفوا هنا وش قال لك خاوتي، قال لك فضيحة بجلاجل، انقطع الكهرباء وسط مباراة المغرب والبرازيل في ملعب مغربي، المغرب لا يستطيع توفير الأساسيات وهو الكهرباء، وثم يريد تنظيم كأس العالم ويقززون المغاربة يوميا بتدقشهم والبحث عن عيوب بالجزائر. يعني حقا خاوتي كان كل واحد جاي يغزر حدبته قبل ما يوزع حدبت خوه، وكان كل العالم يتسقم. في الحقيقة هذا الذنب راه كاين في الجزائر قليلا، ها سونسمير ما نغطوش الشمس بالغرب يا خاوتي، احنا ثاني كنستناو عيوبهم، ولكن شو عيوبهم كبر من عيوبنا صراحة. قال لك إذا منحت الكاف للمغرب كان 2025 ستكون فضيحة كبيرة. الآن خاوتي كما على بالكم يعني ما كلينا نقعدوا نباتينيو في هذا الموضوع، اللعبة أصبحت مفضوحة جدا بسبب أن لقجة عنده منصب عالي
في الفاف، فمن الواضح أن المغرب هي راح تحظى بكان 2025. لكن خاوتي يعني هذه لم تكن الفضيحة الأولى اللي صارت بخصوص المغرب، ورغم هذا راح تدي كان 2025. يعني صارت فضائح أخرى وين مشجعة ماتت في الملعب بعد تدافع المشجعين، وهذه كانت من أكبر الفضائح اللي نرمموا عليها فقط ما تمنحش الكاف شرف تنظيم كأس إفريقيا إلى المغرب، ورغم هذا المغرب حصلت على هذا الشرف. يعني أخوتي السر يكمن في قوة هذاك اللقجع، وهذا الأمر مهم خوتي، برغم ولا بقدر ما نكرهه على هذا اللقجع إلا أنه يفرض صلاح البلاد. وصراحة خوتي الآن خوتي يعني كرة القدم المغربية ليس شيء يستهان به، كما على بالكم خوتي وصلوا للمربع الذهبي في المونديال. لكن رغم هذا تزعم تقول نورمال الحكومة المغربية ولو تولي اهتمام أكبر، لأنه المغرب خوتي الآن أصبحت من أكثر الأمور اللي شهرتهم هي أنهم وصلوا للمربع الذهبي في لاكوب دي موند. يعني رغم الجاو عفسة باش يلتهوا بها الشعب المغربي، لأنه هذا الأمر لم يكن القضية كما راكم تشوفوا. أنا خوتي إذا رانا نهضروا على المغرب، حتى احنا الجزائريين عندنا بعض المشاكل، فكما شفتوا المدرب جمال بالماضي تحدث عن الملاعب المهترئة في الجزائر وكيف يجب تصليحها. شوف معايا الفيديو هذا خاوتي للمغاربة ولو شوهم يلعبوا بالضوء تاع البيبليسيتي والفلاش تاع الشعب المغربي. شوف كما راكم تشوفوا خاوتي، يعني تقدر تقولوا فضيحة من العيار الثقيل. وكما قلت لكم أيضا من قبل، كان اللي يقول بلي المشكل في الحقيقة يكمن ليس في قطاع الرياضة الخاص بالمغرب، فهم في قطاع الرياضة هم موفرين كلش، سواء الملاعب والصوالح، وكما راكم تشوفوا يعني الملعب ما يبانش سيء، لكن قال لك المشكل يقع على عاتق الملك محمد السادس والحاشية تاعه والحكومة تاعه الفاشلة اللي ما قدرتش توفر التريسيتي في حدث مهم مثل هذا. يعني شفتوا كل المغاربة حضروا هنا باش يشوفوا المنتخب تاعهم يربح، عشاو يشوفوا اكبر فضيحة شافتها بلادهم منذ سنوات. وايضا كيني كما قلت لكم حصلها في الجزائر، قال لك بلي بسبب ان الجزائر قطعت علينا الغاز اللي كان عابر من المغرب من انبوب المغرب، نحن الان نواجه مثل هذه الفضيحة، وربما هذا الامر قد يسعد بعض الجزائريين. لكن انتم خاوتي واش رايكم في هذا الموضوع؟ خبروناكم في التعليقات. كما شفتوا خاوتي رانا شاركنا معكم ابرز عناوين اخبار اليوم. اذا عجبكم الفيديو دعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، هذه الامور حتى تدعمنا نصدع الحملات السينيال. شكرا على المشاهده والى اللقاء.